طبعا كابتن عبد الله المعيوف انتم تذكرون سوى لقاء مع خالد الشعبي قبل ما يسافرون، وقال لما ان شاء الله نخلص من مباراة دبي راح نحسم موضوع التجديد. خالد الشعبي لقى عبد الله المعيوف اليوم وهو جاي من دبي، ها يا كابتن بننتظر بعد ولا في قرار؟ الحمد لله كان شيء مهم انك تاخذ 3 نقاط مباراة زي اليوم، وهذا اللي كنا نحتاجه الحمد لله. ايش اللي اليوم فرق في الهلال؟ تاخر بهدف بعدين رجع للمباراة. محترمين خصمنا، مركزين من البداية، بس صارت يعني ضربك في الهدف قدرنا نرجع التعادل ونرجع للمباراة الحمد لله. والله شوف العام اشتغلنا على الموضوع وخذنا بطولة الحمد لله. انت الحين جمهور ما راح يرضى انك تكون ثاني ثالث البطولة، يبغاك بطل ثاني وثالث ورابع في حق الجمهور، وهذا اللي نسعى له. احنا طماعين وجمهورنا طماع، بإذن الله نقدر نسعدهم، وتونا في البداية يعني مجموعات بإذن الله كل حادث حديث يعني تونا يعني نتكلم على البطولة تتكمل الموسم الجاي. هو في البدايات دائما أهم شيء أنك تأخذ نقاط وتطلع من دور المجموعات. إيش تقول للجمهور عبد الله؟ أقول لهم عبد الله منكم فيكم، وإن شاء الله أني أكون عند حسن ظن الجميع. هي خلاص إن شاء الله يعني إن شاء الله اليومين إن شاء الله مخلصين كل شيء بإذن الله، أننا متفقين على كل شيء، فقلنا نخلص قبل بعد ما خلص مباراة الأهلي. الحمد لله يعني 3 نقاط وإن شاء الله بإذن الله 3 سنين. أخيرا عبد الله هلالي إلى متى؟ 3 سنين إن شاء الله.